السلام عليكم، كنشارك شي حلقه في الصال حنا بعدا كنكونوا جوج الصفر كما كاين الممثلين صحتي بقى يعني الحمد لله الساعه، ولكن الناس اللي يعني كاين هاد الاعمال اللي كتوجد ما عرفتش علاش، ماشي غير انا اللي ما كنشتغلش، كاين واحد العدد ديال الممثلين والممثلات الكبار اللي عطاو لهاد الميدان وتهمشوا علاش الناس اللي كيشتغلوا الناس اللي مسؤولين على هذيك الاعمال وعلاش ما كيتفكروش هاد الناس، واش حنا واش هاد الفنانه ما بقاش واش ما بقاش صالحين، واش الفنان في اوروبا ولا في مصر ولا ملي كيكبر عاد كيختار كيولي كيعطي احسن وكيعطي اكثر، لان كيكون عنده واحد الخبره واحد، حنا ماشي ديال الشباب، مرحبا بهم الشباب، لان حنا كنا خدمنا شباب وخدمنا مع الناس اللي قدام وكبر منا واشتغلنا ودرنا بلاصتنا حداهم، ماشي عيب، ولكن حرام عليهم يمشوا الفنانه هكا الرواد، حرام. الناس اللي قلت لك شنو الادوار اللي كتحلم تلعبيها كمان؟ عدد ديال الادوار، عدد الادوار اللي كاين عندنا، تاريخنا عامر، تاريخنا حافل بنساء مناضلات، ناس نساء اللي كانوا سوريا الشاوي اللي ساكت الطياره عندها 15 عام، يسوع ماشي انا اللي غنلعب الدور، ولكن هاد القصص هاد التاريخ اللي عندنا وزاخر يعني خصنا نستغلوه، ما نخليوش يجيب اجانب يستغلوه ويصوروه بطريقتهم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه للاصوات والطاقم التقني ديالها، وانا اولا جد سعيده انني اول عرض في سعودي سعدان، كنتمنى ان شاء الله كل يعني اول ظهر لي في فيلم سينمائي مع الاخ والصديق برهان الشكيري، في نخبه من الاصدقاء والفنانين الكبار تبارك الله، ومع الصديق والاخ عزيز داداس وعبد الرحيم المياري كهيله والعيلات، نخبه من الفنانين الاخرين اللي سبقوا لنا ذكر السميه ديالهم، عندي واحد الدور المهم المشاركه المهم دور بسيط، كنتمنى ان شاء الله يعجب الجمهور المغربي كامل الوطن كامل ويشوفوا كلمه وصلت بالشكل الجديد وتغيير جديد ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق وكنتمنى ان شاء الله يشجعونا بالعمل الجديد ان شاء الله. الفيلم اللي حاضرين لنا ديال الشكيري وديال اختي كليله وخويا داداس اللي حاضرين لنا ان شاء الله، كنتمنى تكون واحد الفرجه ممتعه لان هاد الناس هادو عزاز عليا بزاف. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.